طبعا هناك أعراض لسرطان الثدي، هذه الأعراض تتمثل في ظهور كتلة في الثدي، كتلة تحت الإبط، تغير في الحلمة مثل القشور، الإفرازات وبالذات الإفرازات الدموية، تغير في حجم الثدي نفسه. هذه عند ظهورها يجب على كل سيدة التوجه إلى طبيب الأسرة بشكل عاجل، مع الأخذ في الاعتبار أن الكتل لا تعني أنه سرطان للثدي. نجد أن تقريبا من 80 إلى 90% ممكن الكتل هذه تكون أورام ليفية أو حميدة. جميل جدا. طيب لو نبغى نعرف ما هي طرق التشخيص اللي يتم من خلالها السيدة معرفتها بإصابتها بالمرض؟ طبعا عند وجود أي من هذه الأعراض التي ذكرتها في الإجابة السابقة يجب على السيدة التوجه مثلا للمركز الصحي أو طبيب الجراحة. طبيب الجراحة سيقوم بعمل الأشعات، الأشعات تتكون من الماموغرام أو الأشعة الصوتية، أو أحيانا ممكن يطلب أشعة رنين مغناطيسي. إذا كان فيه أي اشتباه لوجود كتل غير طبيعية، فالخطوة التالية يتم عادة أخذ عينة من تلك الكتل لدراستها تحت الميكروسكوب، وفي النظر إذا ما كانت هذه الخلايا غير طبيعية أو لا. طبعا من الأخطاء أو المفاهيم الخاطئة، عادة بعض السيدات تخاف من أخذ العينة، تعتقد أن أخذ العينة قد ينشر المرض، وهذا بالصراحة غير صحيح، فلا يوجد أي خطورة من ناحية هذا الوضع.